الله، ايه الحلاوه دي؟ انا مش قد الجمال ده. يا سلام، ايه الحلاوه دي بجد يا عمر؟ انت شايفني حلوه كده؟ انا مش شايف غيرك اصلا. امال ليه بتبعد عني؟ مش عايز تقرب. تبعد فين؟ ما انا بقرب اهو. قصدش كده، اقصد اني يعني. لا 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 لا، التاني ده كان ظرف وراح لخياله. خلاص انسي انسي انسي. احلف دلوقتي. امرك، خلينا في دلوقتي. ايوه. انتي عارفه انه انا رايي ان احنا ما نضيعش ولا ثانيه بقى، نخش في الموضوع على طول. مش كده؟ عارفه ان دي اول مره، اول مره، اول مره احس الاحساس ده. هتصدقني لو قلت لك انك اول احساس في حياتي؟ بجد؟ بجد. طب احنا بنضيع وقت ليه؟ يلا بينا. اللهم اجنبنا الشيطان وجنب الشيطان مرض اكتر. يلا يلا. نسيت اقفل الجرس. طب معلش يا حبيبي، يمكن حاجه مهمه ولا حاجه. طيب خليك انت. الو؟ ايوه. ايه؟ ازاي يعني؟ زي اي واحدة حامل. مش عيب يا دكتور انت تسأل سؤال زي ده؟ بقول لك نفسي في سوشي. ولا انت بقى عايز ابنك يطلع له عصايتين في عينيه؟ ده كلام يتقال برضه دلوقتي؟ ايوه. ازاي يعني؟ قصدك مش عارف مين عصايتين؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ طب انا هقول لك حاجة احلى. ايه رأيك اجي اخدك وننزل ناكل سوا زي زمان بره؟ ايه؟ عمر يا حبيبي انت ساكت ليه؟ ازاي؟ اوعى تكون مزنوق. لو مزنوق مش مشكله، اهم حاجه ابنك. انا مش سامع حاجه اصلا. ايه؟ انا هحط التليفون على بطني علشان تسمع ابنك. هو بيقول لك يا بابي عايز سوشي. مش هينفع دلوقتي، بعدين، بكره. دلوقتي مستحيل. سامع؟ بقول بعدين. عمر انت رحت فين يا حبيبي؟ ارحموني بقى، ارحموني. الو، الخط بيقطع، الخط بيقطع بيقطع بيقطع. الو الو الو. يا ساتر، ايه ده؟ ستات بتتدلع. ومين دي بقى يا بيبي اللي واخده عليك لدرجه انها تتدلع عليك في وقت زي ده؟ دي 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 اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. رد يا بيبي، لا تكون واحدة معروفة ولا معرفة من زمان. بصي بقى، احنا نقفله أحسن، احنا نروح قافلينه. الحاجة يا ست هانم. صدق الله العظيم، في ايه يا مغاوري؟ يا ست هانم في ايه؟ حاسب هتقع. الحمد لله يا ست. الأستاذ حافظ ماله؟ الراجل الكبارة الكمل. حصل ايه؟ ما بيحرمش يا ست، ما بيحرمش. جاي سكران طينة؟ لا، وايه؟ معاه واحدة، انما ايه بقى؟ استغفر الله العظيم، زي القمر. استغفر الله العظيم وزي القمر، الاثنين مع بعض؟ ايه؟ امال يعني اكدب يعني يا ست ولا ايه؟ حصل الكلام ده من امتى؟ بقاله يجي ساعة كده. وانت لسه جاي تقول لي دلوقتي حالا؟ ما انا كنت بتفرج عليهم الشباك لحد ما قفلوا. طبعا، وجيت تفتن عليه لما قفل الشباك، مش كده؟ ايه؟ نعم. بتقولي حاجة يا ست؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هلاقيها من مين ولا من مين يا ربي؟ التليفون كان اختبار. وانت ان شاء الله كل ما هيجيلك تليفون هتبقى كده؟ كده اللي هو ازاي يعني؟ اللي انت عامله ده. تعمليش منها قصه يعني، ما حصلش حاجه.
لما انت ما بتحبنيش اتجوزتني ليه؟ مين اللي قال كده بس؟ اي واحد بيعمل اللي انت بتعمله ده يبقى ما بيحبش. انا ابتديت احس ان احنا اتسرعنا، كان لازم نعرف بعض اكتر. انا مرض مخك راح لبعيد خالص. انت اللي رحت فين يا عمر؟ انت مش حاسس بيا خالص ومش معايا. انت خايف مني؟ خايف من ايه؟ واخاف منك ليه بس؟ امال ليه مش بتقرب مني؟ مالي مشغول شوية. مشغول بمين؟ وانا في حضنك. خش خش الحق. ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ فرحة انت جاي؟ ده انا مصدقت انا نايمته. وقاعدة كده ليه؟ وقاعدة كده ليه؟ وزي نام على حجرك؟ لما يصحى يا اختي تسأليه. ما يصحى يا اختي؟ انت يا بنت انت شفتك فين قبل كده؟ لما بسلامته يصحى يبقى يقول لك، ولو مزنوقة قوي وعايزة تعرفي اسألي اسم نبي حرص وصينه اللي جنبك ده وهو يقول لك.